مرحبا بكم في ديزي تي يو اس اي. اليوم سنتحدث عن كيف يتعامل الامريكيون مع الكورونا فيروس. هذه الصور تشاهدونها من مدينة أرلينغتون فيرجينيا، وهي في شمال فيرجينيا قرب العاصمة واشنطن دي سي. ردود الأفعال كانت متفاوتة، فهنالك مجموعة من الناس يلبسون كمامات وقائية ويأخذونه بمحمل الجد، وهنالك آخرون يعتقدون أن المجموعة الأولى تبالغ في ردة الفعل. قبل أسبوع بدأنا نتلقى في مكان العمل رسائل إلكترونية حول أخذ الحيطة والحذر، وبدأوا ينشرون مطهرات كحولية وما شابه، ولكن لم يغلقوا المكاتب. بعد ذلك مؤخرا تم غلق المدارس لمدة 4 أسابيع أو شهر، وكذلك الكثير من مكان العمل تم غلقه، والكثير من العمال بدأوا بالتحضير للعمل من المنزل. فردة الفعل بدأت تكبر تدريجيا. بعض الناس هنا بدأوا بالفزع والخوف، ترى ذلك في المحلات التجارية والسوبر ماركت، حيث ترى الرفوف فارغة تماما. أرجو أن تكون هذه اللمحة أعطتكم فكرة بسيطة حول الأوضاع هنا، ولكن الحمد لله حتى الآن الأمور ليست خارجة عن نطاق المألوف، وأرجو أن تقوموا بوسائل الوقاية كغسل اليدين باستمرار وتجنب اللمس في المرافق العامة. ربي يحفظكم ويحفظ أهاليكم. شكرا لمتابعة ديزي تي يو اس اي.